يرسموه للمهندسين على الكمبيوتر لحتى تشوفها كلها حاضره ملونه، بنرجع ننقلها على التنفيذ. هون بكون تنقى الوان الازاز وترقمت، بتتفصل على الايد بجلاس كاتر خصوصي، بتتوقع كل قطعه محلها ومرقمه رقم معين لحتى من بعد التفصيل نقدر نجمعها ويجي كل لون بالمكان المناسب. نعم. فبعد ما ننقلها من مرحلة التفصيل ننقلها مرحلة الجمع مع القش الرصاص. القش الرصاص هو شغلته يلقط الازازات ببعضهم، لأنه بيلقط الازازة من كل جهة. وبيرجع بعد ما نجمعها برصاص بكاملة نرجع بنلحمها على الوجه وعلى القفا لحتى تصير قطعة واحدة وثابتة أكثر، وثابتة لحتى تنحمل. بنرجع بندخلها لقسم البولش، لانه من بعد ما تلحم بيكون في فرق بين التلحيم ولون الرصاص، مجبورين هون نحن نرجع نعمل لها معجونه لحتى تتماسك كلها سوا وتصير قطعه واحده، وبعد المعجونه ننظفها ونرجع نعمل لها بولش بالنهايه لحتى يصير لون الرصاص والحام لون واحد، لميع لون رصاصي لميع. هيك بتكون القطعه كلها تلمعت وصارت قطعه كامله تابلو خالص. بيكون بهالمرحله صار حاضر لحتى تركبيها بمحل ما هي مطلوبه. مثل ما شفنا بالمعمل قبل شوي او بالاتوليه اذا بدنا نقول، شغلتين بيلفتوا النظر كثير، انه الجديد يلي طرأ على صناعه الفيتراي يمكن المواد يلي عم تدخل ان كان بالوان جديده او بطرق حديثه فنيه جدا. كمان مزبوط، حتى الفيتراي تطور مع الوقت، لانه من زمان كان الالوان بس محدده بالالوان الاساسيه، يعني الازاز ما كان يدخل له اصناف اكثر. هلا مثل ما بتشوفي فرجيتك عده اصناف ازاز، صار الازاز عم يعملوا له ميكسينجز، بتشوفي احمر ويمكن عسلي بزيت القطعه او ازرق او ابيض بزيت القطعه مخلوطين، صار في ميكسينج للازاز، الازاز صار فيها حياه اكثر. كمان هي بتساعدنا نحن عم نشتغل، يعني مثلا اذا عم نعمل جذع شجره بدل ما نعمل قطعه لون بني بتطلع باهته بارده، صار في البني ثلاث اربع الوان بيعطيكي الوان متداخله مع بعضها متداخله مع بعضها، صار هيك بس تركبيها بتحسي انه جذع شجره مثلا او ورقه خضراء ملونه. بدل ما نشتغل ابلا او الوان بنحسها موحده، بصير في عندنا يمكن لمسه فنيه اكثر، لمسه فنيه اكثر فيها حياه اكثر. الشغله الثانيه اللي لفتت لنا نظرنا كثير واللي بحب كثير انك تخبرنا عنها هي قصه الرسم على الايد بمجال الفيتراي. كمان هيدي شغله صرنا عم نعملها مجددا، وهي شغله كثير مهمه فنيا، يعني بس ما نرسم بيرسوناج صار فينا هلا نرسم بالريشه بالجريزاي على الازاز ونرجع نفوته على حراره عاليه بالفرن حتى يصير ازاز مرسوم ما بيتغير لو بعد 100 سنه، خلص بيكون يعني انطبع بالازاز. بهالعمليه هي بكون عملتي تابلو مرسوم على الازاز بالريشه متكامل فايت مع الالوان، لانه نحن عم نستعمل الازاز الملون مع الجريزاي، فبتحسي صار عندك تابلو مثل التابلو زيتي بس على ازاز، وبتستفيدي من الضوء خصوصا بس تركبيه على الشباك. صحيح. بس يفوت الضوء بتحسي انه التابلو ضوى كله، يعني صار بيعطيك ادفانتج على التابلو. وعامل الوقت ما بياثر ابدا سلبيا على هالقطع هيدي. هلا اكيد هي بتاخذ وقت منيح. لا انا قصدي عامل الوقت اذا انوضعت بمطرحها ومرق وقت عليها. اكيد هلا بالتصنيع بتاخذ وقت، بس هي بتعيش مئات السنين، لانه الازاز هو بيكون مطبوخ ازاز لونه احمر او لونه اصفر او لونه اخضر، والجريزاي اللي عم نستعمله لنلون كمان خلص بكون بالحراره عالية فات بقلب الازاز، فبعيش مئات السنين ما بيغير. هذا الادفانتج تبع الفيتراي الفري فيتراي. فهذا الفرق اذا بدك تروحي على الفوفيتراي اللي عم يستعملوه مرات هلا، لانه الفيتراي مكلف، لانه عم تستعملوا مواد غاليه وبياخذ وقت وبياخذ يد فنيه وقت كثير. نعم. بصير كلفته غالي نسبه للفوفيتراي. تقليد الفيتراي عم يستعملوا هالايام يمكن طريقتين، طريقه بالريشه بلونه بجيبوا مواد بلونه بالريشه وبتكون سريعه كثير، يعني بيقدر يخلص القطعه يمكن ب 4-5 ساعات. هيدي يمكن في ناس بيعتبروها ارخص واسرع واحسن، بس اول شيء عندها مشاكلها انه بتبين دغري، اللي بيعرف بالفيتراي او حيلا واحد بيقشع الفرق ظاهر واضح.
بس تحطيهم حد بعضهم فرق كثير واضح. بعدين هاي بتعيش مئات السنين، هذيك مرات سنه اثنين ثلاثه خمس سنين بتكون خلصت، هي بتغير لونها وبتقشر وبتنتزع. وبقصه الفوفيتراي بفتكر ما فينا ندخل بدمج التكستشرز او النقشات مثل ما كنا عم نحكي. الفوفيتراي شغله صراحه رخيصه، ما لازم يعني نحطهم حد بعضهم ابدا، يعني ما في مجال للمقارنه. ما في مجال للمقارنه، مش اكثر اذا واحد يمكن